الحديث لوالده، تحكي لنا عن نشأة صالح، كيف بدأ وكيف تعلق بكرة القدم؟ أهلا وسهلا فيكم الجميع. والله صالح ما شاء الله هو من صغره بدأ في كرة القدم من هو عمره 5 6 سنوات. إحنا عندنا الأسرة كلها رياضية وكلها في كرة القدم، كان يلعب مع إخوانه بداية، ومن ثم يعني لما صار عمره حوالي 9 سنوات أو 10 سنوات سجلناه في نادي الوحدات، سجلناه يعني أخذوا شافوه وشافوا مهاراته وكذا، وبلش يلعب في الوحدات في الفئات العمرية الصغيرة، وكان يلعب ويعني كان متفوق في الرياضة الصحيح يعني، فظل يطلع درجة درجة في بالنسبة للفئات العمرية يطلع، وأخذوه عمره 13 سنة للمنتخب الشباب الصغار يعني اللي هم سن 15 كانوا، وكان قد أبدع في هذا المنتخب، والآن الحمد لله رب العالمين هاي هم موجودين في قطر، والحمد لله رب العالمين في هذه الفترة في هذه البطولة اللي هي بطولة آسيا، يعني قدروا يدخلوا السرور والفرحة على كل الجمهور الأردني وعلى كل الأردن. والله من فضل الله تعالى إنه هذه الفرحة إحنا طول عمرنا في الرياضة ما حصلنا ولا شفنا مثل الفرحة هاي اللي الآن إحنا فرحانينها لبلدنا ولوطننا، الفريق كله يد واحدة ويعني حابين إنهم يجيبوا كأس آسيا اللي يكون للأردن بإذن الله تعالى، يرفع العلم الأردن في قطر وفي كل مكان إن شاء الله تعالى. أنت يعني ضمن أسرة كروية وأنت المشجع الأولى، فكيف قدرت تتعايشي مع وجود ما شاء الله 11 شاب بيلعبوا فوتبول؟ والله ما شاء الله علي، يعني صالح وكان كلهم يعني كانوا لعيبة فوتبول هم صغار، وكانوا مجننين في الفوتبول الصراحة، يعني يخبطوا من هنا ويخبطوا من هنا ويقولوا اهدوا فيش، بس صالح كان سبحان الله يعني مميز في لعب الفوتبول، لما يلعب لما يتحرك لما إشي سيكون مسيطر على الكرة من هو صغير، يعني سبحان الله العظيم. أجا وقالت أنا أزعل يعني منه، ولك ولا تخبط في الدار، بلا مش يما ابنك بدأ يطلع لعيب فوتبول، يما ابنك بدأ يطلع لعيب فوتبول، مرة أخذ الفوتبول أفضل لهم إياه، مرة أخذ يعني فعلا كان يغلبون الله يرضى عليهم هم صغار. شوف صالح من بدايته ما شاء الله موهوب، من بداية من مكانه صغير موهوب، وبيني وبينك كمان تعب وصبر على حاله كثير وتعب على حاله واجتهد لبين ما وصل لاعب يعني يوصل لمنتخب وطني، هو لعب في منتخبات السنية كمان، لعب في منتخب الناشئين ومنتخب الشباب ومنتخب الأولمبي، وصل منتخب أول. بتعرف اجته إصابة فترة كمان في كاحله، وكانت إصابة غريبة يعني مش أي لاعب بيقدر يتجاوز هاي المرحلة، ما شاء الله عليه بصراحة صبر واجتهد وتعب على حاله، بصراحة المعنوية اللي موجودة عندهم معنوية ما شاء الله زي النار، يعني أغلبهم يعني ناويين بإذن الله ينزلوا في مباراة قطر زي ما نزلوا في مباراة كوريا وزي ما نزلوا في مباراة العراق، وبتعرف وصلوا المرحلة خلينا نقول وصلت اللقمة للثم، فما بدهم يضيعوها، لأنه هاي اللاعب اللي بيعمل بصمة الآن بعد 10 و15 و20 و30 سنة، الأجيال كلها بدها تقول والله أخذ المنتخب الأردني كأس آسيا. بدي أرسل رسالة للكابتن صالح، وإن شاء الله أنت وزملائك في الملعب بتكون رجال وعلى قد المسؤولية. كانوا يقولوا لنا الآسيوية صعبة وقوية، أنتوا خليتوا كل إشي سهل إن شاء الله بإذن الله تعالى. بنتمنى إن شاء الله تجيبونا الكأس على الأردن، إن شاء الله يكون أول إنجاز أردني إنهم إن شاء الله يأخذوا كأس آسيا. إن شاء الله ربنا بوفقكم بإذن الله، بتجيبوا الكأس على الأردن بإذن واحد أحد، أنتوا قدها، أنتوا أبطال.